الو، السلام عليكم. اتفضلي يا استاذه فاطمه. ازيك يا شيخ؟ انا بحبك لله. الله يعز حضرتك ويبارك فيك. الله يبارك لك يا رب. بص يا شيخ، انا الحمد لله انا راضيه باللي مقسوم لي وراضيه بكل حاجه. الله يرضى عليك. عايزك تدعي لي وتدعي لابني بالهدايه. الله يا رب اهدي شبابنا اجمعين. يا رب يا رب يا رب يا رب يبارك فيك وفي حضرتك. بس انا عايزه تسع صدرك ليا، عشان انا عندي بس مشكله. بالله بسرعة عليك، محدش بسرعه فيه. بسرعه بس بسرعه. بالله عليك، بص يا شيخ، انا جبت طفل، والطفل ده ملوش اي ذنب في اي حاجه. ودلوقتي الطفل ده بقى دلوقتي عنده 6 سنين، وابوه رافض يشوفه خالص، وانا عماله ادعي واقول يا رب اهديه يا رب. فانا ذنبي ايه دلوقتي يا شيخ؟ كل ده عشان رفعت نفقه؟ طب ما انا هاكل الطفل منين؟ بالله عليك، لو هم سامعيننا او هم اي حاجه، يعني ادعي له بالهدايه يا رب. يعني حاضر. انا مش عارفه انا 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 اوجه كلمه لوالده، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب الهدايه. احنا كان معانا الاستاذه حبايب، وان شاء الله كل الكلام دوت ان شاء الله يتم معالجته في القانون الجديد ان شاء الله، ويتم معالجه هذه المساله بخير حال. اما والد الطفل ابن زوج السيده فاطمه، يا سيدي ما فيش حاجه اسمها ان الولد ده ابنها، الولد ده ابنكم، والولد ده اصلا يحمل اسمك، والولد دوت لما هتحاسب اول من تحاسب عليه هتحاسب على الولد ده، لان اول ما يحاسب عنه العبد ما استرعاه الله. ربنا جعلك انت راعي على جعلك راعيا على هذا الولد، فاتق الله سبحانه وتعالى في ولدك، واعرف ان انت لو ضيعته ده من اعظم الاسم عند الله، وتضييع ابنك دوت كبيره، فازاي انت ما تسالش عنه وازاي ما تصرفش عليه؟ فاتق الله. حتى لو زوجة حضرتك، حتى لو من كانت زوجتك هي اساءت اليك، الولد ملوش دعوه، ده طفل، طفل في الاخر خالص، انت لا تتصور تخليك عنه ماذا سيصنع في نفسيته. هذا الدمار والاذى اللي هيحصل له انت تحمل اسمه، كل اللي هيحصل له ده انت تتحمل اسمه، وربنا سبحانه وتعالى سيحاسبك عليه. واعرف ان الاطفال دول عند الله سبحانه وتعالى مقامهم عالي، فاي وجع بيتضاعف، اي وجع لطفل فتحاسب عليه حسابا مضاعفا بمقدار مكانة هذا الطفل عند الله. فكونك انت تتهاون ده، ما تفتكرش ان انت بدل انت مش قادر تهرب يعني من النفقة، ولا قادر تكايد في الست دي، انت كده خلاص يعني بقيت شاطر يعني. لا 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 خالص، الله سبحانه وتعالى ما ليس هناك لفظ ولا قول ولا فعل الا الله يحاسب عليه. فاتق الله سبحانه وتعالى، وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب لك الهدايه، وتحافظ على ولدك ده من كل المستقبل اللي ممكن يكون ممكن يتدمر، او ممكن يكون مستقبل حسن ان شاء الله، لما ربنا سبحانه وتعالى يوفقك الى ان انت تفعل ما في صالح ابنك اللي هو في الحقيقه جزء منك لا ينفصل عنك ابدا.